مساء الفل، عاملين ايه؟ طبعا احنا الفيديو اللي فات طولنا فيه شوية علشان نعرف ازاي نحسب قسط السيارة مظبوط، لو انت يعني ناوي تاخد الخطوة دي ماشي، والفايدة ماشي، سواء بتشتري سيارة جديدة او بتشتري سيارة مستعملة. طبعا المستعمل بيبقى زيادة، بيبقى بتوصل ل 15% مثلا، تمام؟ ولو انت بتدور على مستعمل فابريكا او يعني كاسر زيرو زي ما بيقول، طبعا هو موقع فابريكا يمكن اللي عليه اكتر حاجة، بس طبعا اسعاره بتبقى عالية شوية ماشي. عندك موقع اوليكس، كونتاكت كارز، وموقع هتلاقي يمكن دول اكتر الابليكيشنات او المواقع اللي هي فيها اسعار، هتلاقي الايه، هتلاقي اسعار متفاوتة، تمام؟ وطبعا هتلاقي بيجيب لك تفاصيل بقى ومقارنات ما بين عربية مثلا انت عاوز تشوف ايه اللي زيها، او امكانيات دي وامكانيات دي، فممكن ايه تستخدمهم بكل سهولة وهيفيدوك جدا يعني ماشي. طبعا مع الاخذ في الاعتبار، انت دلوقتي راح تشتري عربية مستعملة، لازم تروح مركز خدمة تسأل كويس، تاخد تقرير من مركز الخدمة عن حالة العربية، كل جزء في العربية هيقول لك ايه وضعه يعني ماشي. موضوع قرض السيارة انت دلوقتي خطواته بسيطة جدا، اي بنك انت بتتعامل معاه، طبعا انا بتكلم موظف حكومي او خاص، البنك اللي انت بتتعامل معاه بيكون شغال، بيكون لازم يعدي عليك 6 شهور في الشركة ماشي، ده اول حاجة. والسن طبعا من 21 لحد 60. المرتب بتاعك ينزل على الحساب ده، سواء بقى سي اي بي، كيو ان بي، الاهلي، بنك مصر، عرب، اي بنك من البنوك، بنك عقودة، جريت اجريكول، تقريبا دول معظم الايه، او البنك اللي هو البنك المتحد العربي المتحد تقريبا ماشي، اي بنك من البنوك يعني عموما اللي انت مرتبك بينزل عليهم لازم يعدي ايه 6 شهور. بتقدم على قرض سيارة ماشي، اول ما بتقدم هم بياخدوا البيانات بتاعتك ماشي، بيبعتوها للبنك المركزي، بيعمل حاجة ايه بقى الخطوة اللي بعدها، حاجة اسمها الاي سكور، علشان يعرف اذا كان عليك قروض في شقة تانية، في سيارة تانية، في حاجة تانية، اي قرض شخصي، حتى اي حاجة بتبان في الاي سكور ده، وتعرف انت متاح ليك قد ايه من مرتبك، ما بيزيدش عن 35% من المرتب بتاعك. يعني دلوقتي لو مرتبك 1000 جنيه، يبقى انت متاح ليك 35% منها اللي هي 350، مرتبك 10,000 اضربها في 35% يعني 3,500 ماشي. وفي الفيديو اللي فات شرحنا بتفصيل ال 3,500 هتعرف تاخد بيهم قرض قيمته قد ايه ماشي، اللي هو 3,500 مثلا بينضرب هنقول في 60 شهر، شوف القيمة هتطلع لك حوالي 202 وشوية، شيل منهم نسبة الفايدة اللي البنك بياخدها اللي هي حوالي مثلا لو هنقول فايدة 7%، ده لو قرض سيارة 7% في 5 سنين، جاي لك اهو 7% في 5 سنين يعني 35%، ف 35% من المبلغ ده يعني انت مش هتاخد 200,000، لا انت هتاخد حوالي مثلا 150,000. فبالتالي لما تكلم البنك تقول له دلوقتي انا عايز مثلا مبلغ 100,000، يقوم البنك حاطط الفايدة زي ما حسبناها، بشوف الفيديو سيبكم في الديسكريبشن ماشي. طبعا البنك الرد ده بيجي لك في خلال اسبوع لاسبوعين، عشان برضو ايه ما تستعجلش، ويعني مش اقل من اسبوع البنك بيرد عليك يقول لك الف مبروك يا فندم، تم الموافقة على القرض. طبعا لما الاي سكور يبقى متظبط ويبقى ما عليهوش اي مشاكل بيتوافق عليه، وبعد كده الحساب بينزل فيه الرصيد. لو قرض سيارة طبعا انت ما بتاخدش الفلوس دي كاش، انت بينزل على حسابك وبعد كده بيتم تحويله الى المعرض اللي انت شغال عليه، اللي انت يعني ايه متفق معاه. طبعا من المعرض لازم تروح تدفع مقدم حجز، وبيجي لك عرض سعر تاخده توديه البنك، تقدمه مع الورق بتاعك اللي هو في التقديمة الاولانية وبس، بكل سهولة يعني وبالتوفيق.